السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا على خير. اليوم غادي نشوفوا التتمة ديال البلاطو ديال المملحات اللي سبق لي وحطيت الجزء الأول. غنشوفوا الباقي المملحات، بقاو لينا ثلاثة غادي نشوفوهم، واللي ما شافش الجزء الأول غادي نخلي ليه الرابط في صندوق الوصف. اول وصفه غادي نبداو بها هي كرات ديال الدجاج والفرماج. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو نص ديال السطر قطعته طريفات ودرت ليه شويه ديال اللقامه الايطاليه، يمكن لكم ديروا اي لقامه عندكم، وغنطيبوه. وغنحتاجو كوب ديال جبن اصفر، اما الايمونتال ولا اي نوع اللي متوفر عندكم، ومعلقه كبيره ديال الصنوبر اللي محمر، ونصف كوب ديال المايونيز على حسب الخليط باش يتجمع لينا، وشويه الملح ولا ابزار. اول حاجه غنبداو بها غناخذو الدجاج وغنطحنوه في طحانه حتى يولي لنا بالشكل اللي كتشوفوا، وغناخذو الدجاج ونحطوه في شي اناء. كنضيفوا الفرماج والصنوبر والابزار والملحه. بالنسبه للملحه خليوها حتى الاخر تذوقوا، واش لان غضيفوا مايونيز والفرماج، وغادي نجمعوهم بالمايونيز حتى يتجمع لينا وتكون لينا على شكل كره. غادي نحتاجوا لهاد الاعواد ومطيشه صغيره والخس وشويه ديال الفرماج الايمونتال اللي محكوك، وغادي نشكلو هكا كويرات في الحجم، يكون ما كبير ما صغير، وغادي نمرمدوهم في الفرماج حتى يتغلفوا كاملين بالفرماج وندخلوهم في هذاك العود. وكاين اما لا بغيتو ديروهم في الفرماج او ديروهم في زنجلان ابيض. خلطت انا مزيج من الزنجلان الابيض والاسود وعاودت صوبت نفس الطريقه. ندوزو دابا للشكل الثاني. غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال السيبولات اللي هو الثوم القصبي، وشويه ديال الفلفل الاسود، ونحتاجو الكروفيت واحد 60 غرام شحرتها، شويه لقامه، و 6 غرام جيلاتين بودره، و 30 ملل الماء، ونحتاجو 100 غرام جبن فيلادلفيا، و 100 غرام كريمه سائله ديال الطبخ. اول حاجه غنبداو بها ناخذ 30 مللتر ديال الماء ونضيفوا ليه الجيلاتين ونحركوه ونخليوه على جنب حتى يتشرب لينا مزيان. من بعد غادي ناخذ طحانه نطحنوا فيها الكروفيت مزيان اللي هو القمرون. كنضيفوا ليه واحد تقريبا 2 معالق ديال الكريمه ونعاودوا نطحنوه حتى يطحن لينا مزيان. من بعد كنضيفو جبن فيلادلفيا ونطحنو. ومن الاحسن باش تجيكم هاد الكريمه تجيكم ما فيهاش، يعني حيت ضروري غيبقاو شويه الحبيبات ديال القمرون، من الاحسن تاخذوا شي شبكه اللي رقيقه وتحاولوا تخرجوها، داكشي اللي غيبقى غليظ غادي تحيدوه. في هذه المرحله كنضيفوا الثوم القصبي والابزار، ممكن تضيفوا الملح على حسب نتوما ذوقوا، شوفوا واش ناقصها الملح ولا لا. كناخذوا اللي بقى لينا من الكريمه وغادي نسخنوه حتى يقرب يغلى،
من بعد كنحيدو من العافيه وكنضيفو ليه الجيلاتين ونخلطو مزيان ونخليه شي شويه هي يبرد، عاد نبداو نضيفوه على الجبن ونخلطو بهذه الطريقه حتى تمتاج الزينه مزيان وتكون يكون كل شيء متجانس. كناخذ قوالب ديال السيليكون، خديت هذا الشكل هذا، ممكن لكم تعملوا اي شكل بغيتوه، يكون فيهم خويه في الوسط باش نعمروهم. من بعد كنفرغوهم وكندخلوهم المجمد او الثلاجه، لكن من الاحسن دخلوهم مجمد باش يجيوكم ساهلين مي تبغيو تحيدوهم. بالنسبه للاباط اللي غادي تجي من تحت، هي نفس العجين اللي صوبت بها المملحات في الفيديو الاول، نفسها. خديت هنا العجين اللي كنت ضفت ليها الزعتر، كنقطعها بهذا القالب هذا وندخلها الفرن حتى تطيب. من بعد ما كيشدوا راسهم كنخرجوهم وكنحطوهم فوق من لاباط اللي صوبنا. هنا عمرتهم هي بصلصه ديال الطماطم عاديه، اي صلصه تفضلوها ديروها، يمكن لكم تزيدوا ليها حتى الحار لا بغيتو. صافي كنعمروهم بحال هكاك، بما ان هادو خرجناهم من المجمد غنتسناو عليهم واحد شويه حتى يوليو رطبين. ندوزو دابا الوصفه الاخيره واللي مصوبه بالدوره ومن احسن الوصفات اللي كتعجبني. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الزبده، نصف كوب ديال الدوره اللي ما تكونش ماشي طحين الدوره، هي شويه حرشه دايره بحال السميده، ومرق ديال الخضر. كناخدو جوج اكواب ديال الماء غليان، حيت نصف كوب ديال هاد الدوره خصو يطيب جوج اكواب عامرين ديال الماء غليان، وغنضيف ليه معلقه صغيره ديال هذاك المرق ديال الخضر. ونخلطو مزيان ونضيفو الزبده ونحطوه فوق العافيه حتى يغلى لينا مزيان. بالنسبه اللي عايش في الوسط خالي، هذا هو النوع اللي كناخد ديال الذره، كيتسمى البونينتا. وكنضيفو هذاك نصف كوب ديال الذره هي بشويه ونخلطو مزيان ونغطيو عليه، راه ما كي ياخدش وقت كتير في الطياب. ممكن تضيفو كإضافة جبن اللي كيدوب كيزيد يعطيها بنة أكثر. وكان طريقة باش تعرفوها طابت، صافي كتشرب كاع الماء كتولي بهذا الشكل هذا. هنا خديت واحد الإناء ديال الزاج ودهنتو شوي شويه ديال الزيت، وغادي نفرغوا فيه الخليط ديال الذره اللي صوبنا، ما حدو يكون سخون، ونقادوها مزيان وغنخليوه هي حدانا ونحطو حتى في الثلاجه، ماشي مشكل حيت راه كيجمد بوحدو. بالنسبه للحشوه اللي غتكون فوق منها، خديت هنا بصله اللي مقطعه شكل طولي وغادي نخليوها حتى تدبال شويه. كنضيفوا ليها واحد المعلقه صغيره ديال السكر بني، او ما عندكمش ممكن لكم تضيفوا السكر الاخر. وغادي نضيفوا نص معلقه صغيره ديال الخل الابيض ونخليوها حتى تولينا معسله. من بعد غادي ناخذوا في نفس المقله كناخذوا الفطر اللي تقريبا شي 4 حتى 5 الفطر مقطعين طريفات، كنضيف لهم شويه الثومه شويه الملح والابزار، ونعاودوا نضيفوا هذيك البصله اللي عسلناها، وصافي الحشوه ديالنا كتكون واجده. نذوقوها ونشوفوا واش ناقصها شويه ديال الابزار ولا الملحه. هي بعد ما نشفات لينا الذره كتولي شاده في راسها، نحتاجو شويه طحين ابيض وقطعه من الشكل اللي بغيتو. هنا استعملت مربع قطعتهم وغادي نحطهم في الطحين، يعني غنمرمدهم مزيان جميع البلايص. وغادي نسخنو مقله اللي تكون سخونه، نضيفوا لها واحد تقريبا معلقه ديال الزيت، ماشي بزاف، حتى يتحمروا لينا مزيان، كيتحمروا لينا من جميع الجهات مزيان. نحيدوهم ونديروهم في البابي ديال الورق ديال الطبخ.
هما من الاحسن يتقدموا سخونين، يعني هما اللي حطيتهم اخر حاجه. كنضيفوا هذيك الحشوه ديال البصل اللي حسناه هو الاخر. كنتمنى يكون هاد بلاطو نال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتشاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. ما تنساوش تشجعونا باش نعطيو اكثر. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. دمتم في امان الله والى اللقاء.